أنت من الفضائل في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نستفتح بالذي هو خير، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وإلى أن نلقاك يا رب العالمين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتبدأ رحلة جديدة في أسبوع جديد في المجالس النبوية. يقول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. دائما أقول إذا كنا جيلنا قد حرم من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، لم نكن صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حرمنا هذه الصحبة، فنسأل الله ألا نحرم أخوته عليه الصلاة والسلام، هذا المقام العالي الذي وعدنا وشرفنا وعرفنا به الأجيال التابعة له فيمن سيأتي بعد. بنعتبر السلام عليك أيها النبي هذا البرنامج جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبسا من أنوار النبوة، نتخلق بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، نتزكى بتزكيته عليه الصلاة والسلام، عسى أن نكون أحسن أخلاقا فنكون في نكون في مجلسه بإذن الله وحوله وقوته ومنه وفضله يوم يقوم الناس لرب العالمين. بيسعدني وشرفني لقاء الأحد، لقاء الثابت مع الداعية الكبير فضيلة الشيخ هاني حلمي. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بك شيخ مصطفى، ربنا يحفظك. أنت عند غياب الحلقة اللي فاتت كان عندنا حالة وفاة، حالة وفاة، نسأل الله أن يعني يرحم متوفاكم ويرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. الحقيقة إحنا في مجال التزكية مجال مفتوح، كنا بندردش قبل بداية الهواء التزكية، التربية وتنقية القلب إلى آخر مفاهيم التزكية، إنها مهمة ثابتة في حياة الأنبياء والمرسلين. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم أنا بلاحظ إن كأن النبي وحده صلى الله عليه وسلم جاء بهذه المهمة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الآية الثانية: ولو كره الكافرون. هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. طيب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، يعني ما هي الخصوصية في هذه المهمة لرسول الله عن بقية الأنبياء؟ كل الأنبياء جاءوا لتلاوة الآيات ولتربية أقوامهم ودعوتهم إلى الخير والأخلاق، يعني هذا موكب الأنبياء، وجاء النبي ليتمم مكارم الأخلاق، يبقى كان في أخلاق، لكن ما هي الخصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حقق دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. هم قالوا إيه؟ ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لاحظ الترتيب يا شيخ مصطفى، الأول يتلو عليهم آياته، وبعد كده هيعلمهم الكتاب والحكمة، يبقى هيتلو عليهم الآيات وهيعلمهم هذه الآيات ومعانيها، والحكمة هتبقى السنة، وبعد كده يزكيهم. فقال الله، ده الترتيب مش كده: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. التزكية قبل التعليم. الله أكبر، يعني الترتيب الإلهي يعني جاء على تنظيم لدعوة إبراهيم وإسماعيل. نعم، إن التلاوة والتزكية ثم التعليم. ثم التعليم. فكانت مهمة التزكية هي أولى أو أولى من مهمة التعليم في بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي جسد في السيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم، أنه جمع الأربعين واحد اللي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبدأ يديهم درس تزكية، درس تزكية يصفيهم من هذه الجاهليات. واحتجد أنه على ذكر القرآن لدعوة الأنبياء تبقى فيها المعنى ده. فرعون لما أرسل الله عز وجل إليه موسى قال له إيه؟ فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فقال له البداية تزكية، قال له تتزكى، فبعد كده أهديك، والهدى لا يكون إلا بعلم.
فإذا تحقق ذلك تحققت ثمرة العلم. هذه المعادلة. يعني نقدر من المعنى الأخير ده وأهديك إلى ربك إلى هلك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك. يعني تحريك المدعو أو اللي إحنا عايزين نغير حاله أو يعني مع الدعاء معنيين بكده، تحريكه من الواقع المظلم اللي هو فيه إلى منطقة أخرى حتى تنفع معه هذه التزكية. إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، كأنه يدله على الطريق لازم يسيب اللي هو فيه. إحنا بنقول العلم نوعين، في علم الأول يخاطب القلوب وفي علم يخاطب العقول. كتير مننا بنغلط في الدعوة ونخاطب العقول قبل أن نمهد القلوب. أنا محتاج أمهد القلب الأول عشان أحط فيه هذه البذرة فتنتج الثمرة. هي كانت المسألة كده، أبتدي في الأول خلص أحرف الأرض أحط فيها البذرة أحط فيها العلم كما يكون، ثم بعد ذلك تأتي الثمرة الخشية، تأتي بعد كده المعاني. فإحنا محتاجين ده في الدعوة إلى الله عز وجل مع أي حد. أنا أي إنسان عنده آفة معينة مشكلة معينة ما بتش أهجم عليه، حتى هم في علوم التزكية بيقولوا كده، ما تهجمش عليه على طول، إنما ابتدي مهد له الأمر، مهده له عن طريق تزكيته، اعرف عيبه فين، اعرف مشكلته منين، وابتدي داويها، وبعد كده ابتدي خاطبه. لكن ما تهجمش عليه مباشرة وتبتدي تقول له أنت مبتلى بالشهوة، أنت مبتلى بحب المال، أنت مبتلى بالرياء، أنت عندك كذا. هو عنده لا أنت دي كمان دي آفة دعوية. أنت أشرت إشارة رائعة وجميلة الحقيقة، وكلنا بنتعلم هذا الأمر. أنت دي معناها فيها ربما تزكية للنفس، إن أنا لست أنا، أنت فيها شيء من العجب، أنت العاصي وأنت الكذا وأنت اللي محتاج تتوب. فدي درجة. ثانيا لسنا ليس في قفص اتهام وأنا القاضي. صحيح، لست الحكم، دعاء لا قضاء زي ما بيقول. يعني لا، بيلفت نظري قول الله تبارك وتعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، ده المؤمنين والكفار، ومع ذلك وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني الكلام بالمجموع يعمل حالة من الأنس. يعني احنا كلنا محتاجين نتوب، مش أنت وأنا. ايه الملحوظ ده؟ اول حاجه بتجربه دعويه لما بتبتدي تخاطب الناس وتقول لهم كلنا ذو خطا، بيبتدي يسمع لك، غير الخطاب المستعلي، خطاب اللي هو يشعر انه هو خطاب ان واحد بيكلمه من برج عاجي وبيبتدي بيتهمه باتهامات او يصفه باوصاف. الحته انه ايه، ان نتخلص من الابليسيه، انا خير منه. هي دي، يتخلص من هذا بإيه؟ بأنه ربما بالعكس، العكس تماما، هو خير مني. إحنا النبي قال للدعاء حافظة الأحاديث، قال رب مبلغ أوعى من سامع. صحيح. يعني ممكن اللي بيسمع ده ينتفع بما يقوله الداعية ويعمل به ويكون أسرع في التنفيذ من، والداعية لا يملك إلا الكلام فقط. مش بيحصل؟ أنا أذكر موقف، بس لولا أنه مش عايزين أذكر من الشيخ، يعني أحد المشايخ كان بينه وبين أحد المشايخ نزاع، حصلت كلام كثير، فهو الرجل قال أنا أدين إلى الله عز وجل بأن هذا الشيخ أفضل مني. فالناس قامت طلبة العلم اللي حواليه قالوا له إزاي تقول الكلمتين دول، ده هيمسكها دلوقتي وهتبقى مشاكل، وإحنا في زمن فتن، وهيقعد يقول لك ده كده فيه دليل على إنه كل حاجة ممكن يبقى موافق عليها وما أشابه. فالرجل قال كلام ذهبي، وده إحنا عايزين ناخده تأصيل. رقم واحد، أنا من عيوبي على يقين، ومن عيوب الناس على شك. الله، أنا دلوقتي أنا اللي عايش مع أنا 24 ساعة، فأنا عارف عيوبي وعارف ذنوبي وعارفها كويس. أنا ممكن أكون شايف من الشيخ مصطفى اللقطة، والشيخ مصطفى شايف مني لقطة، شايف مني ساعة في الأسبوع، ما يعرفش إيه الباقي، ما يعرفش إيه أحوالي، ما يعرفش إيه خلواتي، ما يعرفش إيه أسراري. فبالتالي كل واحد عنده ما عنده. فأنا برضو لما شفت الإنسان اللي عنده خطأ شفته منه لقطة، أنا ليه عممت الحكم؟ أنا ليه لما شفت منه لقطة غلط اعتبرته أنه فاسق، واعتبرته أنه ماجن، واعتبرته أنه كذا، واعتبرته أنه مبتدع، ونعتبر ليه ده كله؟ خلينا نعتبر دي آفة ونقول أسبابها وعلاجها. أسبابها إن دائما يعني في ميول عند بعض الناس وربما بعض الملتزمين والملتزمات، ميول لتمني الشر للناس،
مش عايز ابالغ في كده، انما اقول ايه يعني اذا حد قدام وقع لو في قلتها لهم معصيه خلاص ومن غير ما يزعلوا مني، من غير ما يزعلوا مني، هذه ذرات الكبر، واقولها ذرات عشان ما تبقاش يعني كده، هذه ذرات طب ما الكبر الذره دي لا يدخل دي المصيبه، ما انا عشان كده اقول لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. ان الكبر في احيانا الخطاب الدعوي دايما الداعيه مطلوب منه جدا انه يبقى عارف حسابات المآلات. يعني انا ممكن اشحنك قوي، طب وهتفرغ ازاي؟ انا ممكن اقعد اقول لك ايه، انتم الصفوه، انتم النخبه، انتم الخيره، انتم حمله الدين، انتم انتم انتم, أنتم الفئه المنصوره، انتم فهو يستشعر ان المنصورة. هو شيء وان الناس شيء، ودي مشكله. يعني هو بيبقى عايز يديله لما بيحس انه محبط او يحسس انه في مثلا قهر واستبداد، فعايز يديله شيء من التقويه والتشجيع، فبيجيب معاه اثر جانبي. هو لازم هو بيقول له كده يروح حاطط له حته كده برضه في ذم النفس عشان يعرف يظبطها. لازم هو بيقول له ايوه واعمل انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمين. خطاب كده ايه يعلي الهمم، بس في نفس الوقت خد بالك. مش عارف اقول يعني امشي ورا هذا الكلام واقول ده مجرد خاطره، يعني ان احيانا بدعه التكفير يكون وراها بعد نفسي من العجب اللي بيتنامى ويحصل يمكن بلا طبعا أدلة أو تأويل فاسد أو إلى آخره، لكن وراءها بعد نفسي إن يقول إن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون جزاؤه إن يحصل يخرج من ضئدي هذا ناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. أنا بس بشوف المسألة ببعد نفسي. إن هو النفس، هو ربنا سبحانه وتعالى ما قال فلا تزكوا أنفسكم، هو بيعالج هذه الآفة. لاحظ في عجب وفي كبر، الاثنين يعني تكاد تكون العلاقات بينهم قوية جدا، لكن بيختلفوا في حاجة. العجب متعلق ذاتي والكبر متعلق خارجي. يعني ايه؟ يعني المعجب انا شايف نفسي، انا ماليش دعوة بالناس، انا الدكتور، انا العالم، انا المثقف، انا عندي المعلومة، فانا شايف نفسي. فلما بتيجي تكلمني ممكن ما بيتريقش على حد، ما بيعملش على حد، بس شايف ان ده كلام، انا اللي عندي المعلومه، انا راجل بقالي سنين طويله بقرا وبعمل وسوي، فبيبقى شايف ده. وربنا سبحانه وتعالى بيامرنا بعكس كده، بيقول هو اعلم بمن اتقى. خد بالك ما تبصش لنفسك بالبصه دي، لانه ما تبصش بنظر الناس اليك، انما بس الايه بتقول انما يخشى الله من عباده العلماء. لو هو بقى العلم اللي بيورث الخشيه دي، العلم اللي بيخاطب القلوب مش العلم اللي بيخاطب العقول، مش كلام في الاذهان، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون. يعني هي ممكن. طب الايه الثانيه خلينا الاحقك بالايات عشان نشوف المعاني الصحيحه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هو نفس المعنى. هو ده العلم عن الله. العلم ثلاثة، علم عن الله، علم بالنفس، علم بالطريق. ابن القيم بيقول كده، بيقول هما معارف ثلاث ينتج عنهم خمسة أمور، خمس حاجات لو الإنسان محصلهم هو ده اللي اسمه عالم. إيه الخمس حاجات؟ واحد علمه بربه، هو عارف ربنا كويس. اثنين علمه بنفسه، هي أمارة ولا بيعرفها دلوقتي، هي أمارة دلوقتي، هي لوامة دلوقتي، هي مطمئنة عارفها كويس. ثلاثة علمه بآفات نفسه وعيوب هذه النفس، عارف ان هو مبتلى بايه، عارف انه غضوب، عارف انه عصبي، عارف انه سريع الياس، عارف المعنى ده كويس. اربعه معرفته بالطريق، عارف ان هو رايح اسكندريه مش رايح حته ثانيه، فعارف قصده فين. خمسه معرفته بعوائق الطريق، وعارف انه بعد 5 كيلو هيقابل مطب، وانه بعد 20 كيلو هيلاقي استراحه، وانه بعد 30 كيلو هيلاقي بنزينه، وعارف معالم الطريق وعارف عوائقه اللي هيطلع له شيطان هيعمل معاه ايه، هيطلع له نفس، هيطلع له صد عن سبيل الله، هيطلع له ابتلاء هيتعامل معاه ازاي. هذا هو العالم. بس المحاور اللي حددها ابن قيم الجوزيه رحمه الله الخمسه دي، هل نمشي معاها بالترتيب او يمشي معاها المربي بنفس ترتيبها؟ لان ممكن يحصل المربي يبدا باولويات غلط فيلخبط الدنيا، يعني الكلام عن عوائق الطريق ويبدا به كثيرا كثيرا فيصيب الناس ربما بالخوف، بالياس، بسوء الظن، او يعني الترتيب مثلاً زي ما هو كده. هو اول شيء يربطه بالله ويحببه في ربنا ويعرفه بصفات جماله ويفتح نفسه بقى كده ويعلمه يعني ايه حب في الله وحب لله سبحانه وتعالى، ويبني له المعنى ده ايمانيا من خلال القيام ومن خلال تلاوه القران ومن خلال المناجاه ومن خلال الدعاء، يصفو القلب
يبقى معرفة بالله سبحانه وتعالى. وبعد كده يقول له من عرف نفسه عرف ربه، العلامة بقى. يبقى احنا بنعمل الامرين دول، اللي هو لما ابن القيم بيقول مطالعة الجناية ومشاهدة المنة، مشاهدة المنة يبقى مشغول بربنا، مطالعة الجناية يبقى مشغول بعيب النفس، الاثنين مع بعض يطلعوا العبودية. الله. يبقى هي المسألة ماشية على طول كده. يبقى انا بعرف نفسي ليه؟ عشان بحط ايدي على عيوبي. هنلاقي الخلل اللي عند اي حد مننا، واحنا كلنا احنا قلنا من البدايه كلنا كده محتاجين نتربى ومحتاجين نتزكى، عندنا خلل في واحده من دول. معرفتي بربنا مش معرفه حقيقيه، مش هي دي المعرفه اللي بتورث الخشيه والمراقبه وبتورث الحب، لا، معرفه ممكن تكون معرفه عقليه اكثر. هل احنا احيانا نكتشف ان احنا ما عرفناش ربنا كما ينبغي؟ صحيح. لما يعني لما احنا بنقول احنا حتى كمتدينين ربما يعني دي طريق طويل في اجتهاد وفي جهاد معرفه الله سبحانه. اكيد اكيد. لانه مثلا احنا لما بنيجي ندرس في علوم العقيده والعلم اللي هو بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، بنهمل جدا بطريقه نظريه جدا، بنهمل جدا دراسه الاسماء والصفات. بندرسها ازاي بقى؟ بندرسها نثبته لله ما اثبته لنفسه من غير تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، ونقعد نتكلم كتير قوي في الجانب ده، وده ماشي، ده 100% لازم يبقى موجود. بس انا نفسي نعمل علم مستقل في معاهدنا وفي اماكن دور العلم بشكل عام، اسمه علم الاسماء والصفات. يربى الولد من الحضانه للجامعه بيتربى على اسماء ربنا والتعلق بيها، انه كل مره بيديله اسم وبيعيشه يعني مقتضيات الاسم ده ويعيش في ظلالها، معايشه الاسم والتخلق بيه. يعني دي قضيه، دي قضيه التربيه، ان هو اصل هو هي بالظبط هي قضيه التزكيه ماشيه على كده. احنا بنقول تخلي وتحلي، وصفات ربنا صفتين، صفات او اسمائه، صفات واسماء جمال مطلوب من حضرتك تعمل زيها على مقدارك البشري، وصفات جلال مطلوب من حضرتك انك تعمل عكسها. يعني انا بتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم، وبتعلم ارحم ترحم، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، فبتبتدي هنا اعفو يعفى عنك، اغفر يغفر لك. فتبقى طول الوقت وانت متعلق بهذه الاسماء، حظك من هذا الاسم من مع ربنا سبحانه وتعالى ان انت تتخلق بهذا الخلق. هم الصوفية بيقولوا كلمة بس احنا عليها بعض الاحترازات الشرعية، بيقولوا اخلاق الله. احنا نقول لا، ما ينفعش، ان هذا لم يرد به الشرع. انما هو يريد صفات الله عز وجل، انه يتخلق بمقتضيات هذه الاسماء والصفات. العكس بقى، ربنا سبحانه وتعالى اختص نفسه بصفات، هو متكبر، مطلوب من حضرتك تبقى متواضع. وربنا عزيز، مطلوب من حضرتك تبقى مع ربنا ذليل، ومع المؤمنين ذليل، اذل على المؤمنين اعز على الكافرين. المعنى ده لو فهمناه كده وتعايشناه، انا عايز الناس تعيش ازاي في مقتضى الاسم. مثلا يعني مثلا تلاقي الحسن البصري يقول لك ايه، اسم الله المنان، يقول لك يستحيل ان تحسن به الظن ولا يحسن لك المن. الله اكبر، ما شاء الله. ده انت ممكن تقعد سنين عايش بالمعنى ده مع ربنا، اللي هو ايه، يستحيل ان تحسن به الظن. اصل احنا مبتلين بآفة من اخطر الآفات، احنا كشعوب شرقية وشرق اوسطية وعربية ومصرية مبتلين بآفة الاحباط. فانا عايز عندي مشكلة اهو، عايز اعالجها، يعني بنسرع قوي. لا، ده احنا عندنا فن في صناعة الاحباط. يعني مش واحد محبط لا بيشتكي لي، لا انا كمان احبطه، يعني اقول له كمان ده انا اكتر منك، فيبقى عدد المحبطين بيزيد. والنبي بيقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، يعني شيء نستعيذ بالله منه ونقاومه. يعني وهو اصلا دي صفه من صفات الانسان يئوس وقنوط، فيعني هي مش ناقصه، يعني هو عنده الاستعداد ده وانت بتزودها له. نعم. الحل هنا لما تعيش في المعنى ده. انا بقول للناس كده في المكالمات لما يجي يسالني كده، اقول له خد كبسوله حسن الظن. كبسوله حسن الظن على طول. كبسوله حسن الظن دي ايه؟ طب على طول انت تظن بربنا ايه؟ يقول لي ربنا يغفر لي بس انا وحش. اقول له ماشي، ما انا معاك، انت اسوأ خلق الله. استريحت؟ يقول لي اه. اقول له كويس قوي، هو بقى انت اهل الايه؟ يقول لي انا اهل المعاصي والذنوب وكل الافات. واقول له وهو؟ هو اهل التقوى واهل المغفره. الله، بس خلاص. فكل ما انت تقول لي ان انت كذا ماشي، الافق اظلم ماشي، بس هو ربنا سبحانه وتعالى هو مصدر النور. ولذلك الدعاء اللهم لا تعاملني بما انا اهله بل بما انت أهله. دعاء جميل قوي، بيبقى فيه منتهى الافتقار الى الله ومنتهى معرفه الله عز وجل. فانت اهل كل خير وانا اهل كل شر، بس فخلاص انا فيا وفيا وفيا وفيا. اللهم ان تكلني الى نفسي تكلني الى ضعف وعوره وخطيئه وذنب، انا ده
يا رب لو سبتني لنفسي انا اهل لكل خطيئه وكل عوره وكل ذنب، انا هقع مني كل المشاكل دي، انا ضعيف. عشان كده يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، يا رب ماليش غيرك. فهو الانسان لما بيرمي بالحمول دي وبعدين يخش بقى ياخد حسن الظن بالله عز وجل ويخش المعنى ده، تتغير كل حاجه. عارف في كتاب لابن ابي الدنيا اسمه حسن الظن بالله، كتاب حلو الناس تقعد تقرا فيه كده معاني، موجود على النت، بيورد فيه اثر رائع جدا. طب نقف عند الاثر ده، ناخد اتصال. اختنا ام خديجه من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله. ايوه بشكر حضرتك مصطفى على البرنامج. الله يكرمك. بشكر حضرتك يعني اللي فيك هاني حلم صراحه، يعني انا يعني بشكر جدا والله من كل قلبي، يعني لان كان لي فضل كبير بعد ربنا يعني في زواجي، انا كنت بسمع له سلسله التشاوب والزواج لسه ما خطبتش، يعني مش عارفه بقى اختار ازاي واتخطب لمين واتجوز مين وكده، فسمعت له السلسله صراحه كلها ما شاء الله. يعني شكلك الحمد لله مبسوطه من الجواز. ما سمعتش. يعني الحمد لله ربنا يبارك لك في زوجك. او كل الخطوات اللي قالها لي وازاي اختار ورؤيه شرعيه ما شاء الله، العقد والحاجات دي كلها، وبسمعه كل برامجه وكل دروسه على موقع بتاعه وعلى النت صراحه ما شاء الله، يعني الشيخ ده ربنا يبارك له والله. واياك يا رب ان شاء الله. هو وعدنا ان يبقى معانا ثابت، كل فقره ثابته كل يوم حد، حلقه كل اسبوع او حلقتين في الاسبوع والله ان شاء الله حسب وقته، يعني احنا نسعد يعني. الله يستر. انا بجد بدات فعلا، كان نفسي الشيخ هاني حلمي يبقى ليه برنامج فيها فعلا، يعني لان مش نادر قوي ان انا بشوفه على القنوات بتاعته وعلى طول على النت صراحه. يعني ربنا يبارك فيك الشيخ هاني بطبيعته لا يسعى الى الاضواء، احنا بنجيبه بالعافيه، ربنا يتقبل منه. شكرا اخت ام خديجه، ربنا يبارك فيك وفي ابنتك وفي زوجك يا رب العالمين، وفي من يعني دلك على الخير. الشيخ هاني جزاك الله خير، ربنا يجمعه على امان زوجها على خير. امين. حسن الظن بالله كتاب ابن ابي الدنيا، وفي اثر مهم بيقول ايه بقى، وقف رجل امام الله عز وجل حال الحساب فحكم عليه بالنار، سيئاته غلبت حسناته فحكم عليه بالنار، فظل وملائكة العذاب تأخذه للنار يتلفت. قعد بيبص شمال ويمين، فناداه المولى وقال أظلمتك؟ قال لا يا رب. قال أظلمك كتبتي؟ قال لا يا رب. قال فما بالك تتلفت؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. الله أكبر. فغفر له وادخله الجنه. الله اكبر. في اللحظه الحاسمه، بقى رايح النار، هو ايه، هو دي الحسنه اللي خبئت له، هو هيجازى عليه حسن في قلبه اللي هي جزي عليها حسن ظنه بالله، طلعت في الاخر بقى عامله زي حديث البطاقه كده، ورحمتي سبقت غضبي سبحانه وتعالى. يعني هو من السبق، يعني ده هيرجع لنصوص ثانيه ان في اللحظه الاخيره يعني خلاص داخل، لكن الرحمه سبقت الغضب، ف دار هذا الحوار ان صح التعبير فدخل الجنه سبحان الله. فهو كده الناس تعيش، انا عايش بقى مع المنان، هعيش اسبوع اسبوعين شهر، اعيش ادي معرفه الله عز وجل اللي تورث هذه العلاقه الطيبه بينك وبين الرب، وتبقى هي دي الخطوه الاولى، الخطوه الاولى معرفه الله عز وجل، هيتعايش بالاسماء والصفات معايشه وجدانيه مش معايشه فكريه، مش حافظ الاسماء وخلاص، لا عايش مقتضياتها خلاص، هو اتعلم من انه ربنا سبحانه وتعالى عفوه، فصار يعفو عن كثير كما يعفو ربنا نعم. تبارك وتعالى، وهكذا. اسمح لي ناخذ اختنا ام معزه من اسيوط، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يكرمك يا حاجه، ازاي حضرتك؟ الله يبارك فيك. سلام من الشيخ هاني. الله يحفظك يا ام معزه، ربنا يحفظكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت هاتبك انت بالذات لانك انت حريصه على هذا، على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طب اسم وطي بس، خليني كنت روح. طب وطي التلفزيون بس شويه بعد اذنك. موصيه الله يكرمك، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ليها اجر في ذكر الله برضه. انا مش هجاوبك، انا معاك الشيخ هاني هيجاوبك. حاضر. انا على الشيخ هاني. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أعظم الذكر عند الله عز وجل، الله عز وجل جعل صلاة منه سبحانه وتعالى لكل من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثناء في الملأ الأعلى واستغفار من الملائكة وتسبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خطئ طريق الجنة.
سكة الجنة ما رايح انت في سكة تانية خالص. خاطئ طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. يبقى عرف طريق الجنة من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. الله يعني اللي ما بيصليش على النبي يبقى تايه عن طريق الجنة، عمال يدور بيلف ما وصلش لسه طريق الجنة. النبي مش في حياته، للنبي صلى الله عليه وسلم مش قدام عينيه كل حاجة في كل خيالاته وتصوراته، طول ما هو دايما على بال منه صلى الله عليه وسلم ده تايه. مش نذكر المسلمين واللي بيحبوا يقروا بكتاب ابن القيم جلاء الأفهام. جلاء الأفهام، لنا عنوان الكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، الله محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم كان عبقري في تسمية الكتب، يعني لو حبينا نفرد حلقة في عن أسماء بس الكتب ابن القيم هنستمتع وهنعيش مع معاني جميلة يعني. جميل. رحمة الله عليه وعلى شيخ الإمام ابن تيمية وعلى علماء المسلمين. نعم. هي أول حاجة خدنا كده إيه، معرفة الرب تبارك وتعالى. تيجي بعد كده معرفة النفس ومعرفة عيوب النفس. هنا بقى بيبقى عندنا شوية أصول لازم نبقى فاهمينها كويس أوي. نعم. كنا بنقول الشيخ كان بيقول إيه، أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك. أول حاجة أنا حاطط قدام عيني عيوبي ومشاكلي، وفي نفس الوقت ما بغلطش بقى شوية حاجات. إيه اللي بيخلينا نقع في المشكلة دي؟ إن إحنا مشغولين بعيوب الناس أكتر من عيوبنا. من شغل بعيب غيره عن عيب نفسه فقد مكر به، كلام بكر بن عبد الله المزني. كلام عون بن عبد الله يقول ما أرى أحد شغل بعيب غيره عن عيب نفسه إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. عايزين نفرق إن انشغال بعيوب الناس عن عيوب النفس دي حاجة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية تانية. يعني الدعوة إلى الله ومحاولة تغيير واقع الناس من الظلمات إلى النور وخلافه دي قضية تانية. تخلص بكلمة واحدة، ما تشخصنش. بلاش شخصنة في الموضوع، يعني إيه؟ بلاش تلقي. إحنا لما بنيجي مبدأ النبوي ما بالو أقوام. أنا طول الوقت مشغول بالآفة مش بصاحبها. يعني أنا ما بحكمش على الإنسان، أنا شايف منكر معين، شايف ظلم، فهذا الظلم أريد أنه يزول، مش مشغول بالشخص ده، بالشخص الظالم، أنا مشغول بالظلم أن يزول. صح. ونحن الداعية لا يكره الأشخاص لمعصيتهم أو حتى لكفرهم، إنما يكره أعمالهم بدليل إذا اهتدوا كانوا أحب الناس إليه. أختنا مسلمة من القليوبية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أستحلفكم بالله العلي العظيم تدعونا بالهداية والتوفيق لإخواتي بالأزواج الصالحة والبنات المسلمين وكل من يسمع الدعاء يأمن عليه. آمين يا رب العالمين. الله يبارك فيك. اللهم أعطي كل ذي سؤل مسألة مسألته. آمين يا رب العالمين. أخونا أحمد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حضرتك الله يكرمك أستاذ أحمد. أحبك في الله. أحبك الذي أحببتني فيه من أجله. الله يخليك. بعد إذن حضرتك أنا عايز حضرتك بس أنا خرجت من السياق شوية، فتوجه كلمة بس للناس اللي بتغلط في العلماء. حاضر. بس بارك الله فيك. بارك الله فيك. اسمعي شيخاني، احنا بس نذكره ان هو انا عارف قد ايه حب المسلمين للنبي، والحلف بالنبي ده يمكن يعني من باب الحب يعني والتعظيم، لكن احنا من حب النبي نمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. صحيح. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا ما نيجي نحلف بالله تبارك وتعالى كما علمنا من نحبه عليه الصلاة والسلام. اسمح لنا، آسف لا ده صحيح، بس عشان نشغلك. أخ أحمد ممن يحبون رسول الله فيقسم بالله بعد ذلك يعني. هو مسألة بيتكلم على الخوض في أعراض العلماء لعلها تأتي معنا أن أصل من الأصول، وإحنا بنتكلم على مسألة تزكية النفس، هي كانت رقم واحد عندنا أن الواحد ينشغل بعيبه عن عيبه غيره. والحاجة التانية بقى أن يلتمس لغيره الأعذار. عشان في فشل في القصة دي الحقيقة، مسألة التماس الأعذار دي. ما قلت إحنا في ميول لإساءة الظن وعدم إقالة العثرات، لكن التماس الأعذار دي صفة مش عارف تتفق ولا أنا متشائم. لا في المئة في المئة كلام. إن إحنا لما أهملنا التزكية أصبحنا نسيء الظن بالناس بسرعة،
أكثر من إحنا نقدم إساءة الظن على أحسن منه. علينا إن إحنا نبدأ من تاني وما عندناش مشكلة خالص إن إحنا نبتدي إن أول شيء نعترف إحنا لسه بنقوله إن إحنا نقر بعيوبنا، عيوبنا الدعوية، عيوبنا الأخلاقية، نبتدي من هنا. ولازم نرجع تاني ما نعلمش الناس الإشكاليات وإحنا عايشين عايزين نرفع مثلا لواء الحق أو نرى إنه لابد من غير على السنة أو نلاحظ ان احنا ما نقعش في اشياء في تربيه الناس وانت قاعدين نقول فلان وفلان وفلان واللي بيقولوا واللي بيعدوا الخطاب ده. يعني نكف عن الخوض في اعراض الناس ايام ما كان. احنا دايما بنتكلم في مناهج، بنتكلم في كذا، انه هل في عموميات لما يجي حد يقول انه مش عارف الشيخ سين مثلا ده من مدرسه كذا 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 ودول بيجرحوا في الناس ودول بيعملوا كذا، ابتدي اتكلم ماليش دعوه بالشيخ، الشيخ ده فوق راسي من فوق، انا ماليش، انا ما بتعرفش على الناس، ان انا بتكلم على ايه المنهج ده. ابتدي اقول له هل اتهام الناس هكذا بغير بينه وبغير دليل، او هل ان احنا نحاسب الناس هكذا، هل تعرف ان اتهام الناس على مللهم وعلى اكلهم طعامهم هل تعرف انها بدعه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه النجاشي وبعث اليه بمال، اول ما مسك البوس قال لهم هي دي من الربا اللي بياكلوا منها ولا دي من كذا؟ ما قالش كده، من التكلف، ان التكلف الذي لا يصح. ان انت تقعد اسالك وانت جايب دي منين، انت دلوقتي بكذا، هو دي حلال ولا حرام؟ وفي نفس الوقت هو انت تبع مين، وانت فكرك ايه، هو انت تبع كذا ولا كذا، فين ده يعني؟ طيب ده يعذر فيه الطلبة، احنا مش عايزين، احنا بنزكي او بنسعى لهذا، فبنطلع الافات دي عشان نحذرها بعد ذلك. لكن اذا كان في بعض المشايخ كلهم على راسنا من فوق، لكن نحن لسنا في وقت مجاملات، يعني هذا دين ويعني لا يعرف الحق بالرجال مع تقديرنا للعلماء. لكن اذا كان هذا العالم او الداعية او المفترض المربي يمنع طلبته ان يسمعوا لغيره، ودي شفناها في آفات الطريق، ان ما تسمعوش ما فيش مانع اذا كان صاحب انت حصن تلامذتك والطلبه بعد كده لابد ان يسمعوا في العصر المفتوح، يعرف ان ده قوله بدعه، ان ده قوله مخالف للسنه، ان ثم الادب مع التعامل. هل ترى ان ده موجود؟ مطلوب ان هو نفس الفكره، التحصين ده ان انا اعلمه الامر، هو بعد كده مساله الاسقاطات، الاسقاطات الواقعيه دي تاتي بعد. نعم. يعني هو مش من ساعه ما انا بعلمه ابتدي اقول له زي سين اللي طالع بيعمل وسوي، وزي عين وزي لام. المساله دي هي اللي بتربي اللي احنا قاعدين بنتكلم فيه ده كله. اللي هو بتربت ناس عندها شموخ وعندها شعور بالاستعلاء على المجتمع، وكل واحد بقى كده، انا اللي بفهم في السياسه وانت اللي مش فاهم حاجه، انا اللي بفهم في الشرع وانت اللي مش فاهم حاجه، انا اللي عندي اصلا كذا وكذا وخبره اكتر منك، وانا اللي بفهم في كذا وانت اللي ما بتفهمش حاجه، فامشي ورايا وخليها كده. هو ده اللي عمل المشكله دي. فرب ناس على تعصب وعلى تحزب، واغلب ويعني من الشيء الظريف ان بعض الناس تقول الكلام ده تنفيهي وتقع فيه. يعني الاشكاليه ان احنا نقول مش عايزين تعصب، مش عايزين تحزب، مش عايزين يبقى الناس عندها هذه الافات، ثم يقع الناس فيه من باب خفي. وهذا من حسن الظن بالمسلمين ان هو لا يريد ذلك، لكن بيقع الناس في هذا. فيبقى ايه الاشكاليه؟ المنهج مش مكتمل، المنهج مش مكتمل. انت قاعد بتدي علم 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 علم، قاعد بتدي له علم بالسنه وعلم بالعقيده وعلم بكذا، والتزكيه مش موجوده. الجانب الأخلاقي ده أنا في وقت من الأوقات حبيت أشوف السلاسل الموجودة مثلا في الأخلاق وأعمل عليها كده يعني بحث على النت وأشوف إن مين عامل سلسلة أخلاق مكتملة على عدد يعني كف الواحد، يعني سين وصاد وخلاص ومش مكتملة. قضية الأخلاق قضية مبتورة في الخطاب الدعوي إن صح التعبير. إنما في بقى شروح كتب قد كده وفي كذا وكذا. الجانب ده يا جماعة هو ده الأساس. أنا بستغرب الحقيقة وبعجب من عظمة هذا الرجل ومن جلال قدره الشيخ الإسلام ابن تيمية لما يتعامل مع قضايا البدع، أهل البدع والمخالفات، بإنصاف يعني لم يسبق له حقيقة، يعني إلا من أمثاله وأقرانه. مثلا كتاب التصوف في سلسلة الفتاوى الجزء الخامس، الجزء الخامس، تجد أنه بيصنف المتصوف ليس كلهم لمجرد دول ده متصوف مثلا يعني فيغلق الباب في وجه، إنما يشرح من المتصوف ودرجات الحق اللي هم عليها والباطل بشكل يعني فريد
يدل أن الرجل ليس بينه وبين أي فرقة خصومة إلا الميزان الشرعي فقط. ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب التقوى. كان الخطابي صاحب معالم السنن من علماء القرن الرابع كان يقول نحن في زمان قل فيه من يعرف وأقل منه من ينصف. رجل من ألف سنة بيقول كده، بيقول هذه المعنى. الكلام بتاع شيخ الإسلام ده لما يجي يثني مثلا على عبد القادر الجيلاني وهو قطب من أقاطب الصوفية، يقول الرجل له كلام في التوحيد ماتع ورائع وكذا وكذا وكذا. احنا بقى يبقى دايما صاحب البدع عنده شيء من الحق وشيء من الباطل، نهدين الاثنين. هذا ليس من الإنصاف، ليس من الإنصاف. إن أنا علي أن أنا بهد الجانب الخاطئ وبقول الحق عنده كذا وكذا وكذا. فالناس بتشوف مثلا اللي هم بيسموها الرؤية الأحادية، يعني بالتعبير الحديث يعني. بنقول عليها عور في الرؤية، عور. بيبص بعين واحدة ما بيبصش خالص. إحنا بقى بنسميها في التزكية ذبابي الرؤية، ذبابي لا يقع إلا على القذر. يعني في نفس عندنا صاحب النفس الذبابي دي عكسه تماما. أثر وارد في شأن المسيح ابن مريم أنه مرة ذات مرة على كلب مرمي في مزبلة فتعافاه الناس الحواريين كلهم إيه ده، فقال ما أجمل بياض أسنانه. يا سلام. بس هو الناس يعني ده حاجة كده يعني ما تتعملش يعني. هو بيعلمهم أنتوا ليه أول مرة هجمتم على أنه هو ريحته مش كويسة، وهو ما تبص على الحاجة الحلوة اللي فيه. شفت قد إيه إحنا عندنا مشكلة؟ ده في مش عور، في شبه عمى او في عمى حقيقي. صحيح. اللي هي مساله رؤيه نصف الكوب الفارغ. طب ما تبص للمليان، الجزء المليان. ودي على فكره بتوع التنميه البشريه بتوع الاطباء النفسيين بيحاولوا يعالجوا الانسان من باب بقايا الايجابيه او الصفات الكويسه. بيقولوا كده، بيقولوا في حاجه اسمها قناعه سلبيه وقناعه ايجابيه. نعم. الواحد لو قدرت ان انت تشحنه بالقناعات اللي هو عنده ركام من القناعات السلبيه لسه في قصه الاحباط دي. فانت لما تبتدي تقول له، انا بعملها لهم بطريقه عمليه، اجي اقول له ايه اول حاجه في التزكيه؟ اكتب لي 10 افات. يجي يقول لي ياه ليه كتير جدا، ويروح رصص لي رصه. اقول له اكتب لي 20 ايجابيه. يبتدي يتلعثم، وانا في حاجه عدله؟ قلت له لا فيك حاجات عدلة أكيد، فيك عندك 1 2 3. أنت بتحب ربنا، أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت بتحب عز الدين، أنت عايز يبقى بينك وربنا، أنت تريد الجنة، أنت 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 كل دي إيجابيات. اللهم أنت عندك إيجابيات أهو. فيبتدي يقول آه والله ده أنا كان فعلا. يبتدي تتغير قناعاته. قال له طب إيه إنجازاتك، عملت إيه بينك؟ أنا والله كنت حفظت جزء قرآن وكنت عملت كده. طب ما كويس ممتاز، أنت عارف يعني إيه جزء قرآن؟ أنت حافظ جزء عام؟ جزء عام ده مثلا فيه 1000 آية. ألف آية ده جزء تبارك وعم يبقى ألف آية. ألف آية هو عارف ألف آية يعني إيه؟ يعني 1000 درجة في الجنة، وكل حرف بعشر، وكل حرف عشر. الله طب ما أنت أنت عالي أهو، أنت فيك كذا وكذا، أنت ليه شايف الموضوع؟ يا تبقى حامل كتاب الله يا إما أنت سيء. ليه شايفها كده؟ وده من تسويل الشيطان، من تسويل الشيطان عليه. فتبتدي تشجعه، تبتدي تفهمه، ياخد يبص على الجانب الإيجابي، يزول هذا الإحباط، يبتدي يحس إنه عنده ممكن. طب تعالى كده هنجرب مع بعض مدة ساعة، والساعة دي هتعمل فيها كذا كذا، يجي ينكز يبتدي يفوق. مرة كنا في الحرم. نعم. وبعدين قلنا للناس إيه، كنا في العشر الأواخر، قلنا للناس يا جماعة هنختم ختمة في يوم. في يوم في يوم في يلا احنا وراك انت قاعد في المعتكف وقاعد في الحرم فوراكش حاجه، فامسك المصحف وهنجيب ختمه في يوم، هنبتديها من الفجر للفجر. فجالي راجل كبير في السن وقال لي شيخ ده انا اكتر حاجه عملتها في حياتي قريت 14 جزء، ده كان يوم الهنا. انت عايز اختم القران؟ بلغته من الكبر عتيه. قلت له ان شاء الله وبتاع وكلنا مع بعض اهو، احنا قاعدين اهو، يلا كل واحد يركز في المصحف. الرجل كان من اوائل من ختم قبل الوقت بمراحل، يعني ختم مثلا بين التهجد وقيام التهجد هناك في الحرم، كان خاتم. جالي وهو يرقص فرحا بيتنطط، انا خلصت القران كله، انا مش كنتش متصور ابدا كده. طب هو انت تقدر تعمل كذا وكذا وكذا. وتغيرت حياته تماما بمجرد انه انجز، عمل انجاز، حس ان هو في شيء ممكن يتعمل وشيء مش صعب ولا حاجه، انه يقدر بفضل الله عز وجل، يقدر واستعين بالله. بدا الشباب وغير كده بعد شويه بقوا بيقولوا لي احنا عايزين ختمه ونص، احنا عايزين كوبايه كده طمع بقى. في حديث اعتقد في صحيح مسلم، من قال هلك المسلمون فهو اهلكهم او اهلكهم. الاثنين، اللي بيبص دايما على عيوب الناس هكذا وبيعمم. خد القاعده دي، بيقولوا ايه؟ كل تعميم خطا حتى هذه الكلمه. كلمه دكتور عبد البكر بيقول ايه؟ عبد الكريم بكار بيقول ايه؟
كل تعميم خطأ حتى هذه الكلمة. كلمة كل تعميم دي كلمة تعميم، الصياغة دي حتى الصياغة دي غلط، حتى الصياغة دي غلط. كل تعميم خطأ، كل لما تيجي تقول لي المصريون كلهم يقولون كذا، المسلمون كلهم على كذا، احنا شاطرين في التعميمين للاسف. وبالتالي كل الناس كويسه، كل الناس وحشه، كل الناس كذا، مفيش كل، مفيش كل، هي بس كل من عليها فان، هي كل ما هي صحيح، هي دي صحيح. نعم. فما تعممش، ما تستخدمش، ما تقوليش كل الناس، في لحظه احباط تقولي كل الناس وحشين، وفي لحظه تفاؤل تقول كل الناس كويسين. المساله ما فيش تعميمات، ما تنشغلش بالعموميات ولا تعمم ابدا في حياتك. فمن قال هلك الناس وشايف الناس كده ويبتدي يقول لك احنا في زمن فاسد والناس اللي فيه كلهم فسده، واحنا في زمن جائر والناس اللي فيه كذا والناس اللي فيه كذا، فمسود الافق تماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل وكان يكره التشاؤم ويكره الطيره ويقول الطيره شرك. طيب بهذه المناسبه لما يحصل احداث جسام زي اللي بتحصل في بلدنا وفي بلاد المسلمين، دايما يتردد في البيوت وبين الناس ان دي علامات الساعه وان خلاص القيامه قربت، ويقال هذا الكلام لا لتنشيط حاله القرب من الله سبحانه وتعالى والاقبال، لكن يعني استحضار تقوم الساعه على شرار الناس. يتقال كده استحضار لمع كل معاني الاحباط وان خلاص ياس. بينما انا شايف الرجل اللي جه يسال النبي عن الساعه يقول له متى الساعه، فكان شوف الإجابة يعني دي عملية. النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يوجهه، ويحك وما أعددت لها، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا كذا غير أني أحب الله ورسوله، أنت مع من أحببت. يا بيسأل عن الساعة بما فيها من عرصات ومن كروبات ومن كذا، تكون الإجابة كلها تفاؤل وكلها بشرى بقى. وما ساعدنا، كلام أنس بن مالك، ما ساعدنا بيوم مثل هذا اليوم، أنت مع من أحببت، فأنا أحب النبي وأحب أبو بكر وأحب عمر وأرجو أن أكون معهم. إيه ده بقى، الدنيا اتقلبت 180 درجة. ما دمنا احنا لسه عايشين في الدنيا ففي فبحبوحة من التفاؤل والعمل والقرب والاجتهاد وما إلى ذلك. أو احنا كأننا احنا كده بنحط إيدينا على بعض الآفات اللي احنا محتاجين الناس تبتدي تاخد بالهم منها. هو العلماء بيكلموا على حاجة اسمها أصول الآفات، ومنها يعني ممكن نصنفها بسرعة نقولها للناس كده. هو في علم احنا بنعمل حول مزج في علوم التربية ما بين علوم التنمية البشرية وما بين الشرع، الكلام الموجود في الشرع وكلام كتب أهل التزكية. هما بيقولوا ان في أربع شخصيات ممكن حضرتك تبقى ثنائي أو ثلاثي، يعني الشخص الواحد ممكن تكون عنده حاجتين من الشخصيات دي او ثلاثة، ممكن يكونوا احادي وممكن يكون رباعي، بس الاحادي والرباعي دول قليلين قوي، والثنائي والثلاثي هو الاكتر. ايه الشخصيات؟ بيقولوا اربع شخصيات. واحد يهودي هو اللي عمل النظريه اسمها هيرمن، عملها سنه 79 خد فيها جائزه نوبل. المهم خدناها وحصل لها تطوير كتير، اي حد درس علوم نفسيه بيبقى عارفها. الاربع حاجات بيقولوا عليهم شخصيه بنسموها، بيقولوا عليها الودود او العاطفي، وده الشعب المصري كله يعني ثلاث ارباع، بلاش كله عشان بس قايلين التعميم غلط. فيعني غالب الناس يعني. الامر الثاني بيقولوا عليها الشخصيه الهوائيه او بيسموها الابداعي، مفكر و و و. الشخصيه الثالثه بيقولوا عليها الشخصيه العلميه. الشخصيه الرابعه بيقولوا عليها الشخصيه القياديه. الشخصيه الخامسه الاخ سعيد من الجيزه. انا الاخ سعيد. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل الاخ سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأذنك ترفع صوتك شوية عشان نستمتع بك. الله يسلمك. اللي يحبكم في الله والله يحبك. ربنا يحبك. حبك الذي احبتني فيه من أجلي. ماشي اللي يحبكم في الله. حبك الذي احبتني فيه من أجلي. تفضل يا حاج سعيد. والله. وطي التلفزيون خالص. كلمنا من التليفون عشان نسمعك. الله هذا والله. ماشي اللي سامعك الحمد لله. اتفضل يا حاج سعيد. يعني الحمد لله هذا البرنامج يعني كويس بفضل سبحانه وتعالى. ولكن انا احب اعرف يعني ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون حياتك مثل حياه النبي صلى الله عليه وسلم. الله عليك، حلو قوي الكلام ده. وفي اخلاقه صلى الله عليه وسلم وفي معاملاته. والله لو جاءت حياتنا في حياتنا والله لا نرى اي مشاكل في العالم كله. صدقت، احسنت. عندنا تركنا سنه النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا طريق النبي صلى الله عليه وسلم اصبحت الامم كلها تتاكل كما تتاكل القطعه على اكلتها.
شيخ سعيد، لو انت شايف الامه، سمعني انا عايز بس اقول لك حاجه سريعه. لو واحد ان نرجع الى الله عز وجل. نعم. طيب انا بس كان نفسي تبقى موطي التليفون عشان اكمل معاك، لكن نصيحه غاليه، جزاك الله خيرا حاج سعيد، بارك الله فيك. هناخد الشخصيات. طيب. نعم. عشان بس نطلع منهم كل شخصيه من دول بتبتلى بايه، فكل واحد من المشاهدين يبقى واخد باله ويعرفها. هي يعني محتاجه بس ناخدها بعد كده ان شاء الله في الحلقات، كل شخصيه نشرحها كويس قوي عشان يبقى عارف هو ده الشخصيه دي هو منتمي اليها ولا ايه. بيقولوا الشخصيه الاولانيه قلنا شخصيه عاطفيه، شخصيه عايز تعرفها انت بتحكم عليها بانها بتقول عليه طيب. اي واحد في حياتك بتقول عليه البني ادم ده طيب. انا بقول للشباب لما يروح يتجوزوا، والدته راحت قالت ايه على العروسه؟ دي طيبه قوي، دي كذا، واعرف على طول انها عاطفيه من غير ما تعرف. بيبقى هادي، بيبقى لغه المشاعر هي الاساسيه عنده، حاسس. بس عنده مشاكل بقى، كل واحد عايز ياخد مشاكله. قلق جدا، شكاك الى ابعد حد. اتنين، بيبتلى بالتعلق. التعلق هنا لما بيحب، يحب جدا بزياده، مش عارف افراط، يعني افراط مش اعتدال. وبالتالي بيبتلى من هنا، وبيبقى شايف ان هو كده كويس. يعني هو شايف انه بيدي الناس حب، فهو ليه ياخد من الناس مرار وهو مش فاهم بقى قاعده ده؟ دايما يتقال له كلمتين، يتقال له احبب من شئت فانك مفارقه، ويتقال له من احب احدا سوى الله عذب به ولا بد. الحته الزايده مش الحته الطبيعيه. او احبب حبيبك هونا ما يكن بغيضك يوما ما. التوازن بقى، التوازن. يبتلى رقم ثلاثة من مشاكله، بيبتلى بسرعة الإحباط. ده اللي على طول بيقول ما فيش فايدة، ده اللي يقول لك من أيام سعد زغلول ما فيش فايدة. صحيح. ده هو كده على طول بيبتلى بسرعة الإحباط. هو عايز العالم مثالي دائما. بينظر فمش واقعي يعني. مش بيبص للناس أصلا، بالذات بقى لما بيتعامل مع ناس تكون من شخصية قيادية، الشخصية بتبقى قوية وشخصية كذا، فبيحصل له انهيار. صحيح. عنده بيقولوا كده حتى في علم النفس، بيقولوا حاجة الابتلاء الأشد الانهيار العاطفي. انهياره بيجيبه الارض خالص. فبيحبط وييأس و رقم أربعة بيبقى كسول، مش تنفيذي. ما بينتجش. اعتمادي طول الوقت، ما مش هو اللي بيقدر يقوم باتخاذ القرارات لانه شكاك. ولانه قلق. دي مشاكله الاساسيه. دي بقى عايزه كده يعني ببلسم التزكيه نبتدي ناخدهم واحده واحده، بس انا هرحل للناس بشكل عام وناخدهم بعد كده لو ينفع في جمله، لان وقتنا انتهى. بس دول عايزين تفصيل حقيقي، او لسه ثلاث شخصيات. ممكن انا يبقى فيها الصفات دي كلها، فمحتاج علاج على الهواء. هبقى محتاج اعرف تفصيل. هناخدهم بعد كده، هناخد الشخصيات الباقيه عشان الناس تبقى عارفه. بس العاطفيه بسرعه بسرعه، كل واحد اقول له كلمه. في الشك بنبتدي نزرع عنده كبسولات اليقين، ان هو، ونبتدي حله دايما بيبقى حسن التوكل. هو ايه؟ هي تقدم لها واحد، فهي لغايه دلوقتي هيبقى كويس، لا مش هيبقى كويس، ده في نسبه طلاق عاليه، لا ده مش عارفه ايه، هو يا ترى هو ده اللي طول الوقت عامله كده. الحل وخمسة مليون استخاره. مفيش حل، مفيش بتاع، وشفت كذا، وفي ناس قالت لي عكس كده. فايه الحل؟ الحل على طول حسن التوكل. سيبها على ربنا. سيبها على ربنا. طب يبقى مشكله الشك بحسن التوكل. مشكله التعلق بلسم الحب. بلسم الحب ده بقى ازاي يتزرع في قلبه؟ انه بيتقال له كلمتين عشان هو بتبقى قاسين عليه، بس هو كده. والله العظيم ما في مخلوق يستحق قلبك. ما فيش مخلوق، لا اب ولا ام ولا اخ ولا اخت ولا زوج ولا زوجه ولا اي حد. اللي يستحق قلبك ربك وبس. عشان كده ربنا جعل اثمن ما تملك هذا القلب، وجعله محل نظره سبحانه وتعالى. بعض الزوجات الملتزمات تقول لزوجها لا انا ما مش في دماغي، ان انا بحب ربنا، انا مش بتعلق بيه. لا ده هو عشان بس المعاني. طب ما كويس، هي بتحب ربنا، وربنا اللي يعني جعل نص اسباب دخول الجنه بيد زوجها. طيب يبقى اذا الحب، حب الله يعني يثمر ثمرات في حب الزوج لزوجها. طبعا بحب الناس، هو مش حب الله معناه ان انا هنفصل عن ده خالص، عشان بس يبقى المعاني. انما هيبقى حب منضبط. مش حب بدي الجرعه التي لا يستحقها الا الرب تبارك وتعالى لبني ادم تحت اي ظرف من ظروف. انا عايز اختم بالجمله دي، لان احنا الكلام ده محتاج تفصيل من اول الحلقه الجايه باذن الله تبارك وتعالى، لان في بعد نفسي وخلطه كده شرعيه على التنمويه وكده. لكن انا عايز اقولها ويمكن على الهوى، انا مره الحقيقه راكب مواصله من المواصلات، فكان مشغل ام كلثوم فبتغني، لكن قالت جمله، كلمه انا بكيت، ليس طبعا على الغناء، ولكن حسيت بان حصل تحويله
ماذا لو قيل هذا الكلام وتوجه العبد بهذا الشعور لرب العزة والجلال يلي حبك خلى كل الدنيا حب. فما ما نسيت انا قاعد فين، مش بقول هذا الكلام تزكيه لكن تجربه شعوريه حصلت على 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 الطريق يعني. فلو احنا قلنا لربنا وتحققنا حبك خلى كل الدنيا حب، يبقى الانسان محتاج ايه تاني؟ يغتني بالله عن كل شيء. اذا وجدت الله عز وجل فماذا فقدت، واذا فقدت الله فماذا وجدت. شيخ هاني حلمي الداعيه الكبير والمربي جزاك الله خيرا واحسن الله اليك، والقعده معك كلها جمال وتزكيه وتنقيه وتخليه وتحليه. بارك الله فيك واعزك ونفع بك ان شاء الله. شيخ هاني معنا كل حد فقره ثابته باذن الله، اسال الله ان يبارك في وقتي وعلمي وصحتي وتقبل منا ومنه يا رب العالمين. واذن الله نستكمل فقرتنا مع احد دعاة الأزهر الشريف دكتور عادل هندي، موضوع جديد في فقرات السلام عليك أيها النبي. قد إليك صلاتنا وسلامنا.